السلام عليكم الاخوان، هانيين بخير، كلشي لاباس. اليوم جينا نقدموا لكم واحد الدراجه اللي غنيه التعريف، اللي معروفه في السوق، صانيا ارميل. جينا نوريكم الفرق ما بين صانيا ارميل 2021 وصانيا ارميل 2022. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه صانيا ارميل 2022، بالنسبه لهاد الدوفون ديالها، بالنسبه للروايد، راه خلاو لها نفس الجوانت، نفس البنوات، يعني نفس الديسك بالنسبه للكاش ديسك نفسه. بالنسبه للصانيا ارميل 2021، شوفوا الفرق. بالنسبه للبنوات راه لا مارك كيندا 250 17، بالنسبه للغارد بو راه نفسه بالنسبة ل 2022. بالنسبة للديفون، يعني الكاريناج القدامي، راه نفسه تقريبا، كاين واحد التغيير واحد اللي دارو بالنسبة لهاد السينيالات، يعني هاد السينيالات غير دارو لهم واحد الفيمي، كحلوهم واحد شي شوية. هادي بالنسبه ل 2021 راه كانوا بويض واحد شي شويه، وبالنسبه 2022 راه ولاو كحل واحد شي شويه، دارو لهم واحد شويه الفيمي، يعني اللي تعطي واحد الجماليه في المنظر ديالهم. وبالنسبه للتغيير اللي كاين تغيير في هاد الاوبتيك هذا، يعني هاد البارابول هذا الامامي اللي ردو كحل، داروا ليه هذيك القسمه، داروا ليه هاد الليد اللي تيجيو على هذا الشكل هكذا، يعني هنا تيضرب الفار، هنا تيشعل الكود، تيعطي واحد المنظر زوين. شوفوا بالنسبه ل 2021 يعني كان بيض، وبالنسبه للليد ديالو تيجي ملاقي، بالنسبه هنا تيشعل ضوء كامل، بالنسبه 2022 تيجي مقسوم. وبالنسبه لهاد المرايات والباربريز ولي كاشمان، راه نفسهم هما 2022، يعني ما كاينش فرق بيناتهم. يعني بالنسبه للديكال راه بقى كيف هو، نفس الديكال بالنسبه ل 2021، هذا الديكال نفسه. بالنسبه للتغيير اللي كاين في المحرك، وهو ان الفيبرو كان ديال 2022 ولا طويل، يعني ممكن الا بغيتي تبريباري تجي تبدل سيلندر وكيلاس ديال 110، يعني بلا ما تبدل فيبروكان، يعني هذه ديال 2022 تيجي فيها فيبروكان طويل، يعني هذه دير في سيلندر وكيلاس وبيستون طويل، يعني ما كاينش لاش تبدل فيبروكان. هذا هو التغيير اللي داروا في المحرك، يعني المحرك ولا فيه واحد الجهد اكثر من ديال 2021. بالنسبه 2021 كان فيها فيبروكان قصير شي شويه على 2022، يعني الا بغيتي الموتور يزيد يتيري خاصك ضروري تبدل ليه فيبروكان، لان كانت فيه لاكور صغيره شويه بالنسبه ل 2022، فهمتي. وبالنسبه للتغيير اللي داروا بالنسبه للشكل ديال الكونتور، يعني نبدلو اللون ديال هاد السيركل هذا، داروه في الكحل اللي عطا واحد الجماليه مع البلاستيك كحل. شوفوا الفرق ما بينه وبين 2021، شي كان هنايا في الكري. وبالنسبه للفرق اللي داروا عاوتاني
الكوسان يعني لا سيل الكوسان داروا ليه الكوسان ديال الثانية اكس ميل بالنسبة لهادي 22 الثانية اكس ميل داروا ليها الكوسان ديالها يعني في واحد الركبة اللي مريحة هي صفر ركبة بالنسبة لجوج الناس يعني تيركبو مرتاحين نشوفو الفرق بينو بين 2021 من 21 ها كيف تيجي وتيجي واخا هكاك تيجي هذا شي شوية واسع شي شوية الاخر بالنسبة للعرض ديالو وبالنسبة للبور يو اس بي يعني الا بغيتي تشارجي التليفون ديالك ولا شي حاجة راه دايرينو اليوم في الكوفر يعني تيجي على هاد الشكل هنا هنايا هادي بالنسبة ل 2022 نفسها نفس 21 تيجي تا هو هنايا يعني ممكن دير كابل ديالك وتشارجي التليفون ديالك فهمتي يعني خلاو ليهم نفس الجوانب نفس البنوات لي زامورتيسور بالنسبه لي كاش ديسك نفس الالوان فهمتي كاين واحد التغيير عاوتاني في الفروج اللوراني الفروج اللوراني حتى هو زعما ماشي غيروه داروا غير التغيير ديال اللون ديالو ردوه فيومي يعني اللي تيعطي واحد المناظر زوين دي بالنسبه ل 2021 ها كيف تيجي بالنسبه ل 2022 ها كيف تيجي تيجي نوار تيجي زوين في الشكل ديالو بالنسبة ل 2022 بالنسبة للشاكمة داروا ليها هاد البلاستيك ديالها اللي تيجي من فوق منها داروا ليها في اسود يعني دلو ليها اللون داروا ليها كحل اللي تيعطي واحد المنظر زوين بالنسبة الى كان الموتور هو كامل كحل تيعطي واحد المنظر اللي زوين هاك تيجي هاد الماسطيرات الفران في الحمار الجوان تقو حال يعطي ميدر زوين بالنسبة للشكل ديال 2021 شوفو انا كيف كيجي كيف كان البلاستيك كان في الكري يعني دارو لها نفس يعني كاينين شي ثلاثة ديال التغييرات ولا أربعة بالنسبة نشوفو الكوفر ديالهم ها الكوفر بالنسبة للكوفر راه صغير يعني ممكن دير فيه غير شي حاجة لي صغيرة يعني تيجي معاها تجي مع هاد البلايكة هادي إلا بغيتي تلصق فيها البلاكة ديالك من تخرج تيجي معاها هاد البلاكة ديال الفيس تيجي معاها هاد العوينات العوينات هما لي تيدارو في هاد الفروج ديال التفاتانا سمحوا لي التكاية ديالو و تيجي بالنسبة تيجي السويفتات السويفتات ديالو الصانية و كتيب نفس الشكل بالنسبة ل 2021 يعني عندهم نفس الكوفر يعني كوفر فيهم صغير يعني ماشي كبير ما غاديش يهز لك كاسك ولا شي حاجة هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه للامور راه كاملين قلت لكم التغييرات اللي داروا فيهم كاين بالنسبه للفروج اللي قلت لكم بالنسبه للكوسان بالنسبه للماكينه بالنسبه للشاكمه بالنسبه للسيركل ديال الكونتور نوريكم الطريقة ديال الكونتور كيفاش تتشال شال بهاد الطريقة هادي يعني دارو لها واحد الكونتور لي زوين وفيه هادي تاكتيل الى بغيتي تريقل مثلا المكانة فهمتي بحالو بحال ديال 2021 يعني ما غيروش فيهم حتى شي حاجة هنا هادشي اللي كاين اخوان التغييرات اللي كاينين راه قلناها لكم كامله
ان شاء الله راح نديروا لها واحد تيست رايد ان شاء الله، وان شاء الله تسناو من عندنا الجديد ان شاء الله، وخلي لنا واحد الكومونتير وديروا لايك وتابوناو معنا ان شاء الله، راه يكون ديما الجديد ان شاء الله وجاي الجديد ان شاء الله. مرحبا بكم الدراجة زكي موطو وتهلاو.